من رام الله السيد عصمت منصور الخبير في الشأن الإسرائيلي. سيد عصمت أهلا بك معنا صباح الخير. أبدأ مع هذا الربط الإسرائيلي وهو ليس يعني جديد، وهناك كانت محاولات سابقة منذ سنوات طويلة بمحاولة تفكيك وكالة الأونروا لما لها من خصوصية ورمزية كبيرة، لكن هذا الربط الآن بين موضوع تفكيك الوكالة وأيضا موضوع حماس والقضاء على حماس وأيضا القضاء على قدرة حماس في السيطرة أو حكم غزة كما يقول الجانب الإسرائيلي، كيف ينظر إليه؟ كيف ينظر إلى هذا الربط بين الوكالة وبين حماس بشكل عام في غزة؟ صباح الخير وتحياتي لكم. لا يوجد، أنا لا أعرف من أين جاءوا بهذه العلاقة. نفهم أن إسرائيل تبرر كل ما تقوم به من جرائم وانتهاكات و تجاوزات من كل الأشكال بسبعة أكتوبر وحماس وهجوم حماس والخشية من تكرار مثل هذا الهجوم وغيرها من المبررات، لكن أن تربط بين هذا وبين الأونروا ودور الأونروا، دور الأونروا سابق لحماس وهو يعني مرتبط بخدمات تقدمها للاجئين، خدمات إنسانية وإغاثية، وكل الادعاءات التي سقتها إما أخذت تحت التعذيب أو غير صحيحة أو لا يوجد ما يمكن يعني التأكد منها. ولذلك يعني إسرائيل يعني حتى الآن لم يقدموا أي دليل، حتى بالمزاعم التي تحدثوا عنها ومشاركة عدد من الموظفين في 7 أكتوبر. أنا أريد أن أروي لك بنصف دقيقة أحد الأدلة تابعتها في القناة 12 قبل أيام. جاء المراسل وقال أحد الأدلة أنه حماس تضع الأسلحة وأخرج كلاشينات ومسدسات في الأكياس التي توزع فيها الأرز والطحين، وهذه الأكياس توزع على الناس بالملايين وتباع بالأسواق بشكل وعليها ختم الأرز، وساقوا الأمر وأجروا نقاش حوله لمدة تقريبا ربع ساعة أنه كيف تستغل الأرز لأغراض عسكرية. الآن هل الأرز مسؤول عن الكيس بعد أن تبيعه أو بعد أن توزعه على اللاجئين؟ هذا مثال على شكل الأدلة التي تقدمها للعالم. يعني هي ليست فقط أدلة سببية ويمكن استنتاجها من خلال طرف ثالث، هي أدلة تافهة ولا علاقة لها للأونروا بها. الأونروا بعد أن تستثمر مقراتها أحيانا، يعني كيف تستطيع أن تمنع شخص أن يمر من جانب مقراتها أو أن يطلق يعني نار من جانب مقراتها؟ هذه أدلة العالم بدأ يعني الآن دولتين عادت سويسرا وكندا على ما أعتقد تدفع للأونروا، يعني الدول بدأت تكتشف أنه هذه الأدلة واهية غير حقيقية. الربط بين الأونروا وبين حماس لا يمكن إثباته بأي شكل من الأشكال، بل على العكس الأونروا ودورها وقدرتها على توزيع المساعدات قد يشكل بديل عن حماس، لأنه إسرائيل نفسها تدعي أن حماس تسيطر على 60% من المساعدات ولذلك تمنع دخولها. ويعني هذه التناقضات تكشف إلى أي درجة إسرائيل تستغفل العالم أحيانا وتقدم مبررات، وتعتقد هي أنه مجرد ذكر أي حماس، اسم حماس وربطه بأي شيء كافي لجعل العالم يصدقها، وهذا يعني آن للعالم أن ينتبه له. هل باتت أو بات في إسرائيل هناك شعور عام بأنه العالم يضغط على إسرائيل؟ نتنياهو تحديدا ذكر هذه النقطة وطالب المجتمع الدولي بالوقوف خلف إسرائيل، قال بأنه نخوض حرب عادلة، لكن هل هناك أي شعور مع هذه أو على الأقل ما بات إعلاميا يعرف في هذا الجدل الكبير بين إدارة بايدن وبين حكومة نتنياهو ونتنياهو بشخصه وليس إسرائيل؟ هناك فصل بين إسرائيل ونتنياهو وحكومته، لكن هل هناك فعلا هذا الشعور موجود في إسرائيل الآن؟ موجود وبقوة. من يقرأ المقالات الرأي في الصحف وكبار الكتاب والذين لا يمكن احسابهم على اليسار، بن درور يميني مثلا قبل بالأمس كتب في واينت أنه لم يبقى أخطاء لم يرتكبها نتنياهو في هذه الحرب، يعني لم يترك خطأ لم يرتكبه في هذه الحرب. عندما وهذا ما كنا نقوله، عندما تبدأ الولايات المتحدة تنتقد كل الأعين تفتح على نتنياهو داخل إسرائيل وفي الخارج، ويبدأ العالم يتجرأ في انتقاد نتنياهو، وهذا ما بدأ يظهر. وأيضا قبل أيام هارتس كانت عنوانها الرئيسي أنه العالم لم يعد يصغي لنا
وكشفت يعني الشرعية بمعنى التي كانت تتذرع بها إسرائيل فقدتها، وهذا ما يشعر به الجميع. لذلك نعم يعني كانت إسرائيل تراهن أنه هذا الاحتضان ومن ودعم اللامحدود سيبقى مستمر إلى الأبد في حربها على غزة، ولكن أيضا المذيعين والمعلقين يتحدثون في القنوات والفضائيات أنه استبدلت بعد 5 شهور وطول الحرب، استبدلت صور المجازر بين قوسين والفظائع في 7 أكتوبر بصور الأطفال الجوعى والموتى والدمار والشهداء وغيرها، وبالتالي أصبح الآن الموضوع الفلسطيني هو الذي يهيمن والتعاطف مع الفلسطينيين، وفقدت إسرائيل الغطاء الذي كانت تتمتع به. وهذا طبعا هم يعني عندما يضعون الأسباب ليس جرائمهم وعدالة القضية بل أخطاء نتنياهو، ليكن أخطاء نتنياهو، ولكن هو نتنياهو يعبر عن السياسة وإجماع إسرائيل. هل في الميزان، إن كان يعني نتحدث عن موضوع هذا الدعم، الأكيد بأن كافة الولايات المتحدة تميل بشكل كبير جدا لموضوع المجتمع الدولي وهذا الدعم العالمي التي تتحدث إسرائيل عنه، مع يعني إن صح التعبير مع هذه المتغيرات، مع هذا التصاعد في اللهجة، لهجة إن كان بايدن أو حتى الإدارة الأمريكية، هناك إحباط كما قال البيت الأبيض من نتنياهو تحديدا من سياساته، هل ينظر إليها أيضا بعين مختلفة، بعين ممكن أن تؤثر على العلاقة أيضا بين الولايات المتحدة وبين إسرائيل، بموضوع المساعدات، بموضوع رفح أيضا الذي تحدث عنها بشكل مباشر الرئيس الأمريكي؟ يعني ينظر لها نعم الخشية في إسرائيل أن تتحول هذه الأقوال والتصريحات إلى خطوات على مستوى الغطاء الدولي والحماية التي تلقيها الولايات المتحدة على إسرائيل، وتمنع أي أحد من الاقتراب إليها لا في مجلس الأمن ولا في أي منظمة دولية، وبالتالي أن تغير الولايات المتحدة سياستها تجاه الحرب على غزة في هذا الموضوع، وتسمح بتمرير قرارات أو انتقادات أو إدانات لإسرائيل، وهي تعلم إسرائيل أنه هذا ربما يعني لا قيمة مباشرة له وعملية، ولكن هو يفتح باب كبير لنزع شرعية حربها كليا والهجوم عليها. وأيضا في موضوع المساعدات، بالأمس كان هناك أعضاء كونغرس يطالبون بقطع المساعدات ومجموعة أخرى تطالب بفرض قيود عليها، يعني عمليا بدأت أيضا هذه، والخشية في إسرائيل أنه هذه الأصوات مع ظل يعني في ظل الانتقادات الامريكيه من الرئيس ونائب الرئيس واركان في الاداره الامريكيه ان تتحول فعلا الى قرارات وتقيد وتكبل المساعدات. الملاحظ ايضا انه حتى الان الولايات المتحده تميز بين نتنياهو والحكومه وبين اسرائيل ودعم اسرائيل، هي ملتزمه بدعم اسرائيل، ولكن كي تردع الحكومه ربما تتخذ خطوات من هذا النوع لا تكون يعني تأثيرها فقط على الحكومة. لذا فعلا العلاقة مع الولايات المتحدة تتدهور، ومع هذه الحكومة تحديدا تتدهور. وكما ذكرتم قبل قليل يعني عندما يقول بايدن لم أحدد موعد مع نتنياهو، يعني عمليا هو وكان هذا السؤال مفتعل الآن، تدعي إلى البيت الأبيض جانس غريم نتنياهو وفي المقابل تقول أنك لن تدعيه، وكأنه هذا أيضا فيه رسائل مبطنة وضغط. شكرا جزيلا لك من رام الله السيد عصمت منصور الخبير في الشأن الإسرائيلي، شكرا سيد.